بالقطع، هناك بخموت اعتبرها معركة مهمة في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. الأنباء التي وردت من ميدان القتال تفيد أن القوات الروسية تشدد من ضغطها على بخموت، وهناك طريق وحيد أصبح مفتوحاً لعملية انسحاب القوات الأوكرانية. والرئيس الأوكراني أعلن أنه سوف يدافع عن بخموت، ولكن ليس بأي ثمن، وهو إشارة إلى أن البلدة أصبحت على وشك السقوط، والتي تواقها الروس من كل جانب. وبالتالي فإن معركة بخموت أعتبرها أنها نقطة تعتبر إحدى النقاط الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية. نعم دكتور، يعني هناك اتهامات روسية موجهة لواشنطن بالدرجة الأولى بنشر أسلحة كيماوية داخل الأراضي الأوكرانية بحسب ما صرح به قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسية اليوم. يعني على أي أساس تعتمد موسكو اليوم في اتهاماتها الموجهة لواشنطن؟ وفي حال صحت هذه المعلومات، إن صحت طبعا وكانت دقيقة، كيف يتوقع ردة الفعل الروسية؟ من المتوقع أن تعمل الولايات المتحدة إلى مد أوكرانيا بأسلحة ومواد كيماوية، لعل ذلك يغير مسار الحرب. ولكن أعتقد أن الحرب، الموقف القوات الأوكرانية موقف حرج جدا، وأن القوات الروسية سوف تحرز مزيد من الانتصارات، وخاصة مع بدء فصل الربيع، حيث تتوارد الأنباء عن هجوم روسي واسع على منطقة شرق أوكرانيا للاستيلاء على البلدات التي لم يتم الاستيلاء عليها. وإذا كانت الولايات المتحدة أمدت أوكرانيا بأسلحة كيماوية، فإن هناك أيضا هناك أطراف أخرى تمد روسيا، مثل إيران بالطائرات المسيرة، والصين أيضا هناك بدأت تهدد الولايات المتحدة بالتدخل في الحرب، والتي سوف هذا يمكن أن يدعم موقف الروسي الذي يمتلك أيضا أسلحة حديثة لم تدخل حتى هذه اللحظة في الحرب، والتي تحدث تدميرا واسعا. نعم دكتور، يعني قبل انعقاد قمة العشرين كان هناك زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لآسيا الوسطى، ما الهدف يعني من هذه الرسالة؟ وهل من هذه زيارة عفوا، وهل من رسائل موجهة لبعض الأطراف ومنها روسيا؟ القطع أن الولايات المتحدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مناطق في آسيا، الهدف منها الحصول على دعم تلك الدول من خلال تجديد الحصار الاقتصادي على روسيا. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تسعى بكل الطرق نحو تجديد الحصار، سواء الحصار الاقتصادي أو الحصول على دعم بعض الدول للموقف الأمريكي والأوكراني في المرحلة القادمة. نعم دكتور، يعني أيضا هناك عقوبات أمريكية تفرض على الصين، يعني منها أزمة في تايوان، أزمة أوكرانيا، روسيا، وأيضا اتهامات موجهة لبكين لدعمها روسيا. طب برأيكم كيف سترد الصين على كل هذه التحذيرات والعقوبات الأمريكية؟ أعتقد أن الصين لن تأبه لتلك التهديدات أو تلك التحذيرات، لأن الصين يعني دولة كبرى ودخلت في تحدي مع الولايات المتحدة، وكما نرى أنها في الفترة الماضية أرسلت مناطيد إلى تايوان. وبالتالي فإن الصين كدولة كبرى لن تتأثر أو لن تأبه بالتهديدات الأمريكية، وسوف تظل تدعم الموقف الروسي الذي حيث تعتبر الصين روسيا حليف استراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة.
نعم دكتور. دكتور يعني أيضا هناك تسريبات نشرت بأن هناك مطالب روسية من الصين لدعمها بمسيرات، يعني اليوم مع التزام الصين موقف الحياد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، هل سيتغير الحال؟ هل سنشهد مسيرات صينية في روسيا؟ يعني ما المتوقع من قبل الصين بالنسبة لروسيا؟ أعتقد أن الصين سوف يزداد تدخلها في المرحلة القادمة إذا تطلب الأمر ذلك بدعم سوريا بالمسيرات، وهناك أيضا دعم إيراني كما رأينا في المرحلة الماضية لروسيا بالمسيرات، حيث تمتلك إيران أعداد كبيرة من هذا النوع من المسيرات التي تقوم بدعم روسيا في الحرب الأوكرانية. وبالتالي فإن التدخل الصيني إذا تطلب الأمر ذلك فإن الصين لن تتأخر في دعم روسيا في مواجهة الولايات المتحدة التي تناصبها العداء والتي تعتبرها الصين عدو لها، وخاصة في موضوع تايوان. نعم دكتور، سؤال أخير، كيف تفسرون التوجه الفرنسي الأخير تجاه القارة السمراء أو القارة الإفريقية؟ هل ستنجح كما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه، هل ستنجح هذه المحاولة الفرنسية لإعادة بناء العلاقات بين الطرفين تحت مسمى الشراكة الفرنسية الإفريقية؟ هناك الدول الكبرى ومن ضمنها فرنسا تسعى الى بناء علاقات وطيده مع دول افريقيا والتي تمتلك ثروات هائله وفضلا عن موقع استراتيجي، وبالتالي فان فرنسا تسعى الى اقامه علاقات في المنطقه، لان هناك تغلغل صيني وهناك تغلغل روسي وتغلغل أيضا الولايات المتحدة نظر لأهمية القارة السمراء. قد تنجح فرنسا في إقامة علاقات مع بعض الدول، ولكن ليس هناك كل الدول الأفريقية مستعدة للتغلغل هذا التغلغل أو التعاون مع فرنسا نظر لعلاقتها مع روسيا والولايات المتحدة والتي تمتلك أفضلية في هذا المجال. طيب وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة الدكتور مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة الزمان الدولية، شكرا جزيلا لك.